ثق بقوتك الداخلية، في داخلك القوة الغير المحدودة التي هي أنت. لاحظ من كتاب باهاغافاد جيتا ماذا يقول هذا السطر: اطفئ العالم المادي وسيطر على العقل وسوف تصبح حرا. العالم المادي هي اعتقاداتك السلبية، ربما تعتقد أنت لا تستطيع أن تنجح، ربما أنت تعتقد أن ثقتك بنفسك ضعيفة، ربما تعتقد أنك مصاب بالخوف، أو ربما تعتقد أنك مصاب بالمرض، أو ربما تعتقد أنك مصاب بالإحباط. هذا العالم المادي يجب أن تطفئه لأنه ليس حقيقتك. العقل الواعي يلتصق، يتفاعل بالعالم المادي وينقل إليك معلومات خاطئة، معلومات وهمية حول نفسك، حول حياتك. ناس يخافون من الانتقاد، ناس يخافون من الناس الغرباء، ناس ملتصقين بمعاناتهم التي حدثت في الماضي، دائما يتذكرون حوادثهم في الماضي ويقولون أو يحاسبون أنفسهم: لماذا أنا هكذا؟ ولماذا أخطأت؟ ولماذا أنا أعاني؟ ولماذا أنا لا أنجح؟ ولماذا أنا لم أتوفق؟ هذه أفكار الماضي دائما تأتي إلى وعي الإنسان، والإنسان يشعر بالضجر، يشعر بالتعب، يشعر بالخوف، يشعر بالحرمان، ويشعر أنه عديم الأهمية، يشعر أنه غير سعيد. هذا العالم المادي الذي نعيشه، عندما تصدقه، عندما تتفاعل معه، عندما تعيشه، أنت تعاني. بمعنى أن العالم المادي سوف يقول لك أنت لا شيء، سوف يقول لك أنت الضحية. دائما نقول للناس، نتحاور مع الناس، نقول لهم: لا تعيش وأنت الضحية. كلما تعيش وفي داخلك أنك ضحية الحياة، فأنت تخسر طاقتك الغير المحدودة، أنت تخسر قوتك الغير المحدودة. الإنسان الذي يعيش بشعور الضحية يسلم نفسه إلى العالم المادي، والعالم المادي يبدأ بتدميره. العالم المادي أحباؤنا عالم ناقص، العالم المادي عالم وهمي، العالم المادي عالم غير حقيقي. بمعنى الظروف السلبية، المعاناة غير حقيقية. أنت كإنسان، أنت لم تولد ولم تموت، أنت لم تعش المعاناة، أنت لا ينقصك الذكاء، أنت لا تنقصك الشجاعة. حقيقتك أنت الشجاعة الغير المحدودة، حقيقتك أنت الذكاء الغير المحدود، حقيقتك أنت القوة الغير المحدودة، حقيقتك أنت الحب الغير المحدود. يجب أن تثق بقوتك الداخلية. ربما تتعرض لظروف صعبة، ربما شخص يسرق مالك، ربما شخص يؤذيك بكلام سلبي جارح، أو ربما شخص يخدعك، أو ربما شخص ينصب عليك، أو ربما أشخاص ينتقدوك، أو ربما أشخاص يستهزئون بك، أو ربما أشخاص يحاولون التآمر ضدك. كل هذا لا يهم، لأنك أقوى من الظروف السلبية. المرض وهم، الخوف وهم، التعب وهم، الإحباط وهم، هذه أحاسيس العقل الواعي. هذا العالم المادي، العالم المادي يزودك بالوهم باستمرار، في كل ثانية العالم المادي يزودك بالوهم.
في الحقيقة المطلقة التي هي فيك، لأن الإنسان هو الحقيقة المطلقة. أنت خارج، هذه حقيقتك، أنت خارج عن الزمن والمسافة، بمعنى أنت خارج عن الشتاء والصيف، أنت خارج عن الليل والنهار، أنت خارج عن الحرمان، أنت خارج عن التعب، أنت خارج عن الإحباط، أنت خارج عن الخوف. أنت تعريفنا لأنت هو الاستمرارية في الإبداع، والاستمرارية في الحب، والاستمرارية في الذكاء، والاستمرارية في الشجاعة، استمرارية غير محدودة في البناء الإيجابي. البناء الإيجابي هو قوتك الحقيقية عندما تبني أهدافك وهي متحققة، هذه هي القوة الداخلية. عندما تقول أنا القوة، الله معي، الله يحبني، الله يريد إلي الخير، عندما تمر عليك الظروف صعبة وتقول أنا أقوى من الظروف الصعبة وأنا سوف أستفاد من هذه الظروف الصعبة دروس للمحطات القادمة في حياتي. بعض الناس يجعلون الظروف الصعبة تؤدي بهم إلى اليأس والإحباط، وتؤدي بهم إلى الشعور بالضحية. وبعض الناس يواجهون الظروف الصعبة ويبدأون بمحاسبة أنفسهم، يقارنون أنفسهم مع الناس الآخرين، يقولون لماذا هذا حدث لي ولماذا لم يحدث إلى فلان، لماذا هذه السيدة تزوجت وأنا لم أتزوج، لماذا هذه السيدة لديها عائلة سعيدة وأنا لم تكن لدي عائلة سعيدة. هذا بالنسبة للسيدات. بالنسبة للرجال يقولون لماذا هذا الشخص محظوظ في عمل جيد وأنا لم توفقني الحياة في إيجاد عمل جيد، لماذا هذا الشخص لديه بيت وأنا لا أملك بيت، لماذا هذا الشخص شجاع وأنا لست شجاعا، لماذا هذا الشخص يضحك وسعيد بالحياة وأنا لا أستطيع الضحك ومصاب بالحزن. فهو يعتقد الإنسان، يقول إذن هناك خلل في شخصيتي، إذن هناك شيء معيب في، وشيئا فشيئا شيئا فشيئا يبدأ بالدخول بالعالم المادي، ومن ثم يصبح عاجزا عن إيجاد الحلول التي هي أساسا موجودة فيه. يجب أن تنهض الآن، سواء كنت رجل أو امرأة تسمعني أو تسمعينني، نقول لكم أحباؤنا، معاناتكم يجب أن تعرفوا إنها لا تستطيع عليكم، حتى لو كانت حجمها بحجم الجبال لا تستطيع عليكم. لماذا؟ لأنه قوتكم هي قوة الكون، قوة الله. عندما نقول ثق بقوتك الداخلية، بمعنى ثق بالله الذي فيك، الله فيك، الله مكون الأكوان، شاركك شجاعته وذكاءه وروعته وإبداعه، كلها موجودة فيك. كيف تستخرج قوتك الداخلية؟ الخطوة الأولى أن تؤمن بها، تؤمن بأن في داخلك هي قوة غير محدودة. ثانيا، الخطوة الثانية من استخراج القوة الداخلية هي بتغيير أفكارك، وتنظر إلى نفسك وحياتك وظروفك إنها أكثر من رائعة، وأكثر من إبداع، وأكثر من حب، وكل شيء في حياتك غير محدود، الفرص غير محدودة، الذكاء غير محدود، الفرح غير محدود. عندما تمشي في شارع وفجأة تمطر على سبيل المثال، هناك ناس يحزنون، يقولون جو جدا جدا بارد، ولكن نريد أن نقول الجو ماطر، أنت تقول حياتي عظيمة، حياتي رائعة، أنا مبدع، أنا ناجح، تبتسم للحياة. سواء كان الجو ماطر، سواء شخص حاول أن يخدعك، سواء شخص
قال لك كلام سلبي أو مجموعة من الناس أرادوا أن يتآمروا ضدك، أنت دائما اصعد اصعد اصعد، ارتفع من العالم المادي، اطفئه وسيطر على أفكارك. كيف تسيطر على أفكارك؟ بالتوكيدات الإيجابية، تقول أنا القوة، أنا الحب، أنا الجمال، عقلي من عقل الله، حياتي من حياة الله، جمالي من جمال الله. الشكر النقطة الثانية، تشكر حياتك، تشكر نفسك، تشكر الطعام، تشكر بيتك، تشكر الشارع، تشكر الأشجار، تشكر الطبيعة، تشكر الكواكب، تشكر الله. الرضا على النفس الخطوة الأخرى، تقوي إرادتك، في داخلك إرادة غير محدودة، تقول أنا أستطيع أن أصبح تاجر مشهور، تقول أنا أستطيع أن أصبح عالم مشهور، تقول أنا أستطيع أن أكون عائلة سعيدة، تقول أنا أستطيع أن أحقق أي هدف أنا أرغب به، لأن في داخلي قوة غير محدودة. تقولها بطموح وإصرار وفرح، وتصمم، تصمم هناك في داخلك تصميم غير محدود. الله أحباؤنا زرع فينا كل بذور النجاح، الله شاركنا كل صفاته العظيمة، فالله خارج عن الزمن والمسافة، أنت أيضا خارج عن الزمن والمسافة، أنت خارج عن الخوف، نريد أن نكرر ونقول أنت خارج عن القلق، خارج عن الحزن، خارج عن الضعف، أنت نقاء، نقاء بدون زمن ومسافة، أنت هدوء بدون زمن ومسافة، أنت ذكاء بدون زمن ومسافة، أنت لا تنتهي، أنت لا يصيبك كسر في ساق، لا يصيبك مرض، لا يصيبك إحباط، لا تصيبك جروح، لا تصيبك آلام. لماذا؟ لأنه أنت الحقيقي، أنت من عقل الله الذي هو النقاء، هذا النقاء الذي فيك الذي هو الضوء ويسمى العقل الكوني، هذا الذي فيك، هذا لا يعرف الأمراض الجسدية، هذا لا يعرف الأمراض العاطفية ولا يعترف بها، لا يعرف الماضي، الله الذي فيك لا يعرف الماضي، وأنت كلما تذهب إلى الماضي وتستخرج جراحاتك أنت تنفصل عن قوتك الحقيقية. الماضي انتهى، أنت مع الله الآن، الله ليس فيه ماضي وليس فيه حاضر وليس فيه مستقبل، أنت لست الماضي ولست الحاضر ولست المستقبل، إذن من أنت؟ أنت الذكاء الغير المحدود المستمر، من أنت؟ أنت الإبداع الغير المحدود المستمر، من أنت؟ أنت الجمال الغير المحدود المستمر، هذا هو حقيقة الإنسان، يسمى باللغة الإنجليزية pure consciousness، يعني الوعي النقي، أنت pure intelligence الذكاء النقي، أنت pure energy أنت الطاقة النقية، أنت pure love أنت الحب النقي، أنت pure creativity أنت العبقرية النقية، كل شيء أنت فيه نقاء، يعني النقاء كله هو أنت، نقاء خارج عن الزمن والمسافة. فالعالم المادي والأفكار السلبية، هذا تكلم ضدي، أو هؤلاء الناس أعدائي، أو فلان يريد أن يتآمر علي، أو فلان نصب علي، هذه كلها صغيرة بالنسبة إلى القوة التي في داخلك. أنت في داخلك قوة عظيمة، قوة الكون، قوة الذكاء الغير المحدود، الله زرعها فيك، فأنت تعيش الحياة وتقول أن القوة، وتشعر بهذه القوة، وتحس بهذه القوة، وتفعل هذه القوة، وتؤمن بهذه القوة، ولا ترى الزمن والمسافة. افصل نفسك عن الأسبوع والشهر والسنة، افصلها، افصل نفسك وروحك عن اسمك، افصل نفسك وروحك عن جنسيتك، افصل نفسك وروحك عن عمرك، كبير صغير من هذا البلد،
لونك، شكلك، ماضيك، هذا كله لا يهم. لماذا لا يهم؟ لأنه وهم لا يساوي شيء. الحقيقة أنه أنت النقاء، الحقيقة أنت الجمال، أنت الروح. حقيقة الإنسان، تعريف الإنسان هو الروح. وما هي الروح؟ الروح هي الله. ما هو الله؟ هو الحياة. ما هو الإنسان؟ الإنسان هو الحياة. إذن الإنسان، الروح، الله، كلها وحدة واحدة. نحن مع الكون، نحن مع الله، نحن نعيش فرحين، نعيش بثقة عالية، نعيش بطموح عالي، لأنها صفات الله. الله معنا باستمرار، تقول الله معي، الله معي في كل ثانية، الله يحبني في كل ثانية، الله يريد لي الخير في كل ثانية، الله يمدني بالفرص في كل ثانية، الله يجعلني قويا في كل ثانية. وترى الفرص أمامك تعيشها، أنت ناجح، ترى الفرص أمامك تعيشها وأنت ذكي بغير حدود. هذه هي الفرص، الفرص بمعنى الذكاء، الحكمة، العمل، الضحك، الثقة بالنفس، موجودة في داخلك، تفعلها وتعيشها وتصل إلى أي شيء أنت تريده. ليس في عقل الله شيء مستحيل. تريد أن تصبح رئيس وزراء، تريد أن تصبح رياضي، تريد أن تسافر، بغض النظر عن الهدف، أنت قوتك الداخلية هي من قوة الله. قوة الله موجودة فيك ومستمرة فيك وتنقلك من نجاح إلى نجاح، ومن حب إلى حب، ومن سعادة إلى سعادة إلى الأبد. نشكركم على مشاهدتكم هذا الفيديو، ونراكم في الفيديوهات القادمة.